دائرة التمثيليات في إذاعة دمشق تقدم ظواهر مدهشة. برنامج تمثيلي أسبوعي يبحث في تفسير الظواهر الغريبة في الكون. الإعداد والحوار الدكتور طالب عمران. ظواهر مدهشة. المخرجان المنفذان فراس عباس وأمير دياب. ظواهر مدهشة للمخرج مازن لطفي. حلقة اليوم بعنوان ظلال الخراب القادم. يا إلهي، معقول؟ ماذا هناك؟ ما زلت تقرأ؟ أترين كل هذه الساحات والسراديب والأنفاق؟ بعضها فوق بعضها الآخر في شرايين متكاملة لمدينة متكاملة تحت الأرض. هو فعلا ما يوجد هنا، لماذا أنت مستغرب؟ قالوا لي إن المدينة قديمة وتحتها أقبية ضيقة متآكلة تعود لمئات السنين، ولكن ما يوجد هنا شيء آخر. تشرح المذكرات بعض الوقائع؟ نعم. يا إلهي، يبدو أن الضجة خفت قليلا، ولكن ما زال الكثيرون هنا لننتظر بعض الوقت ثم ننسحب بهدوء. إنهم يتجمعون في الساحة حول الرجل الموزع كأنه اجتماع قيادي. معك حق، ليتنا نعرف تفاصيل ما يخططون له. ليس لمكان ننزوي فيه. يجب أن نعثر على مكان. أنا شديد الشوق لأبوح بحبي لك. يا مجنون، قد ينتبه إلينا بعض الحراس. انظر، عيونهم تراقب كل تحركات الناس. اهدأ الآن. رائحة عطرك تسكرني وأريد أن أضمك إلي، لا أستطيع الصبر. ابتعد عني، الحارس هناك ينظر إلينا. سأحاول رشوته. قد لا يقبل الرشوة، إنه ملثم والملثمون أدمغتهم ناشفة، ربما يعتدي عليك ويقودك إلى رئيسه ليعاقبك. طيب، سأصبر. هيا نعد للساحة. هيا. اكتشفت شيئا غريبا، فلقد رصدوا للأقبية والسراديب والأنفاق مبالغ كبيرة، ووسعوا من طولها وعرضها، وحفروا بعض المناطق لتوسيع الساحات، وخاصة الساحة الرئيسية تحت أرض البلدة. ترى ما الذي تهدف إليه الدولة بالموافقة على هذا الترميم؟ كان عرفان يتساءل وهو يخط يومياته عما يجري في داخل البلدية من مشاريع يقنعون فيها الدولة لتدفع مبالغ كبيرة في تنفيذها.
وحين هبط عرفان مع لجنته الاستشارية لاحظ أن المخططات المرسومة تنشئ شبه مدينة متكاملة تحت الأرض. وحين اجتمع مع أخيه رامي في نهاية الأسبوع بدأ عليه الذهول. شيء غريب، مدينة تحت الأرض تتوسع فيها الأقبية والسراديب بتقنية متطورة. لماذا؟ ما الذي يخطط له هذا المالك؟ هو فرد بين مجموعة تسيطر على القرار. هدر مثل هذه الأموال لبناء مدينة سرية يسيطر عليها حاكم البلدة ومالك نصفها ورجال أمنها وشرطتها السرية، غريب فعلا. يا إلهي، وماذا أفعل؟ أنا جزء من لجنة التنفيذ أيضا. اسمع يا أخي. نعم. سأحاول الاتصال بأحد أصدقائي وهو مسؤول أمني كبير، أستفسر منه حول الموضوع دون أن أقحم أسماء في استفساراتي، وفي المرة القادمة سأبلغك بكل شيء. وأنا سأتصرف بشكل طبيعي، ألبي طلباتهم وأوامرهم. نعم يا أخي، نعم. وانتبه لنفسك لأنهم خطرون ولا يشكل القتل عندهم أي مشكلة. ولكن يا رامي، المصاريف زائدة عن الحد، وإقطاعي البلدة الذي يملك نصفها مصر على تسليم المخططات التنفيذية لشركاته، وأنا لم أستطع مقاومته. بصراحة هدد بطردي وبتلفيق تهمة ضدي. لا بأس يا عرفان، لا بأس، يجب أن ننحني للعاصفة يا أخي. ولكن هذا غير منطقي، الذي يحدث لا قدرة لي على التأقلم معه. يجب أن أستقيل أو أقف ضد التيار. ما الذي ترمي إليه؟ قل لي يا أخي ماذا يحدث. هناك مدينة متكاملة تحت الأرض، منظمة مخططها استثنائي. لماذا؟ ما هو المبرر؟ ربما بقصد السياحة. لا. هذا ما كلموني عنه. لا، لست مقتنعا بذلك. على كل حال، كما قلت لك، الأفضل أن أستقيل. هذا أفضل بدلا من الوقوف ضد التيار. الحمد لله أنني وجدتك يا أخي عرفان. أهلا نسيب، كيف حال دراستك؟ هل بدأت تتدرب في المشافي؟ ساعدني سالم كثيرا، هو يحب زميلة له ويريد أن يفاتح رامي بها ويأخذ رأيه ورأيك أيضا. قلت له إنها مناسبة له. تعرفها من قبل؟ نعم نعم، هي في طور الاختصاص الآن وهو يشرف عليها، أكبر منها بأربع سنوات ربما كما فهمت، لكنها جميلة ومؤدبة. إذن ليتقدم إليها. أنا موافق. وأنت يا رامي؟ بالتأكيد، ما دامت تعجبه فلا بأس، يجب أن يتزوج. تأخر قليلاً، خاصة وأنه أنهى الخدمة الإلزامية. معك حق. وأنت يا نسيب، هل أنت مستقر في السكن مع سالم؟ عندما يتزوج ستضطر للانتقال من عنده، ما رأيك؟ لا لا لا، أصر أن أبقى معه حتى ولو تزوج وأنجب الأولاد. الدكتورة لينا تعرفني جيدا، أنا زميل أخيها ماجد. لا بأس، على كل حال ما زال الوقت مبكرا على هذه الافتراضات. اسمع يا عرفان، حاول أن تنحني للعاصفة. أنا خائف أن يقوم بإذائك إن انسحبت. حتى ولو آذوني يجب أن أنسحب. أرجوك اصبر قليلا يا أخي. بماذا تتهامسان؟ هل تخفيان شيئا عني؟ لا لا يا نسيب، أبدا. عرفان يمر بمتاعب في عمله ويريد الاستقالة،
وأنا أنصحه بالبقاء وأن يتنازل قليلا في عمله. يتنازل؟ معنى ذلك أن هناك مخالفات للقوانين وربما للأخلاق؟ لا 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 لا، هذا عكس ما ربتنا عليه أمنا. يا أخي يا نسيب، ما زلت شابا صغيرا، والحياة ليست مفصلة كما نريد. هناك الكثير من الناس يختلفون عنا، وربما لهم خططهم في الحياة قد لا تعجبنا. هل نعاديهم أو نقف ضدهم؟ الزمن يتغير لصالح الخراب، ولا نستطيع كأفراد أن نقف ضده. الحياة موقف يا أخي، وما يقوله نسيب يدفعني لأقف ضد التيار ولو كان في ذلك أذيتي. أرجوك يا نسيب، أقنعه بالعدول عن اتخاذ مثل هذا الموقف، قد يدفع الثمن غاليا. يتهددك الخطر يا أخي عرفان؟ أعوذ بالله. نعم، وخطر مميت أيضا. يا إلهي، أخي عرفان يتهدده الخطر. تابع فارس قراءة المذكرات رغم إلحاح سلوى عليه بالخروج وتأجيل القراءة إلى وقت آخر، ولكنه كان مفتونا بأسلوب عرفان الساحر. استأذنها لدقائق وقد بدت الساحات والممرات تخلو في الأقبية والسراديب. كان عرفان قد وقف ضد بعض التصاميم وقد رأى فيها زيادة كبيرة في النفقات، ودخلت إلى مكتبه فتاة جميلة. مرحبا. أهلا، أنا اسمي أحلام، أرسلني السيد لأتحدث معك. تفضلي. أهلا وسهلا. هناك كاميرات تراقبنا وتراقب ربما ما نتفوه به. أفضل أن نلتقي في الكافتيريا المجاورة للساحة العامة في البلدة. وما الموضوع؟ هو شديد الأهمية ويجب أن نتحدث فيه وحدنا دون مراقبة. أليست الكافتيريا مراقبة أيضا؟ لا، ليس من ناحية الصوت، ربما هناك كاميرات خارجية ولكنها لا تستطيع قراءة الشفاء. إلى هذه الدرجة؟ نعم، اتفقنا إذن، سنلتقي بعد ساعة عن إذنك. لا تبدو فتاة رديئة، هي محتشمة ومؤدبة وربما ترغب بمساعدتي. ويسهب عرفان في حديثه عن لقائه مع الفتاة. جلست في هذا المكان المنزوي لنتحدث معا بحرية. أنا مهندسة جديدة، نقلوني إلى هنا كعقوبة لأنني وقفت ضد مشاريعهم في العاصمة. وقد أديت كل فروض الطاعة للسيد هنا في هذه البلدة. ماذا؟ وأظهرت له ندمي على كل موقف اتخذته في أمانة العاصمة، وطلبت لقائي لإقناعي بالتوقيع على المحاضر. نعم، ولكني جئت إليك بسبب مغاير. تفضلا العصير. شكرا لك. أنا ابنة بيئة فقيرة، عمل والدي في الكثير من الأعمال العضلية التي تحتاج لجهود حتى علمنا ونحصل على شهادات. عمل في تشييد الأبنية كطيان وكعامل صحية وكعامل كهرباء والكثير من الأعمال اليدوية. وتعلمنا أنا وإخوتي الخمسة وأصغرنا في الصف، في صف الحادي عشر وهو متفوق. وما زال أبوك يعمل؟ توظف بعضنا وطلبنا منه البقاء في البيت ليرتاح، ولكنه رفض وظل يعمل حتى سقطت عليه حرابة محملة بالإسمنت فمات رحمه الله. وبعد التدقيق مع رفاقه
عرفت أن العربة أسقطت بشكل مقصود لقتله، لأنه وهو يخلط الإسمنت اكتشف أن الخلطة غير مطابقة للمواصفات. يا إلهي، هؤلاء الأنذال. كان للحادث وقع الصاعقة علينا. كان أبي عطوفا خلوقا لا يعرف الحرام، وقد ربانا أنا وإخوتي على ذلك، وكانت أمي نعم السند له، ولكنها تماسكت وجمعتنا وطلبت منا متابعة حياتنا وأن لا شيء سيتغير. كانت خياطة ممتازة، تعاقدت بعد وفاة أبي مع مشغل خياطة تابع لإحدى الشركات الكبرى، وقد حكى نسوة الحي عن إتقانها لعملها. هل كان دوامها طويلا؟ نعم، لذلك اشترطت على صاحب الشركة أن تعمل في البيت وأمن لها كل شيء، وكانت تستنبط الأزياء بذكاء متفوق، وهذا ما حسن من وضعنا المادي، وتابعت في تربيتها لنا على نفس أسلوب أبي. حين حكيت لها عن معاناتي في عملي في العاصمة شجعتني على الصمود ورفض ما يجري من رشاوي وفساد واضح، وكانت النتيجة إبعادي إلى هذه البلدة لأفاجأ بهذه المشاريع الغريبة. لا بأس، ولماذا رغبت بلقائي؟ لتشرحي لي ظروفك وربما لإقناعي بالانحناء للعاصفة. لا لا أبدا، لنقاوم سوية هذا الخراب. سنتظاهر بأننا موافقان على المشاريع وسنسايرهم ثم نضرب ضربتنا. ها؟ ماذا تقصدين؟ سنوقع على المناقصات ونضع شروطا تبدو بسيطة ونعرف أنهم سيخلون بها، فلا رقابة عليهم كما يعتقدون. ثم أتصل بابن خالتي عبد الحميد في الرقابة المركزية ونطلعه على الملف ليحقق في تطبيق الشروط التي وضعوها. يبدو ما تقولينه مقنعا، ولكن ما هي هذه الشروط؟ سأفصلها لك فيما بعد، ولكن المهم أن توافق على اقتراحي. وعبد الحميد هذا ابن خالتك لا يخاف؟ لا لا، هو شجاع وسأعرفك عليه. ها، اتفقنا؟ لا تقلق. وحكى عرفان كيف أقنعته أحلام بخطتها، وكيف ساير المشرفين على العمل بالتوقيع على المناقصات المطلوبة بعد وضع شروط بدت بسيطة وغير مؤثرة، دون أن يذكر عرفان في يومياته هذه الشروط. ولكن لهجته تبدلت وهو يصف أحلام بالفتاة الاستثنائية، وبدا أنه غرق في حبها، وقد عرفته بابن خالتها عبد الحميد الذي بدا له رجلا صادقا قويا، وهو يتحدث عن الفساد ومحاربته والتصدي له. لم يتزوج عبد الحميد؟ له قصة غريبة، تعرف عليها قبل تخرجه من كلية الحقوق والتحاقه بسلك القضاء لتفوقه. وكانت أخت زميله في الجامعة أحبها وتعلق بها، وحين خطبها من أهلها وقبل أن تصبح الخطبة رسمية استشهدت مع ركاب الحافلة المتوسطة الحجم التي انفجرت بعبوات ناسفة عام 1986 على طريق حمص الساحل. وكان استشهادها صدمة له بالتأكيد، ولم يتزوج. نعم، هو في منتصف عقده الخامس، ورغم إلحاح الجميع عليه أن يتزوج إلا أنه حتى الآن يرفض الفكرة، وقد مضى على استشهادها نحو 20 عام أو أكثر. اسمعي يا أحلام، عبد الحميد رجل شريف وشجاع، وربما سيتصدى لما يمكن أن يراه من فساد في قضيتنا، ولكني أخاف عليه فعلا. لا تقلق عليه، اتصالاته كبيرة بالناس الشرفاء الذين يحاربون الفساد وهم في مواقع عالية. ما رأيك أن أزور والدتك وأتعرف إلى إخوتك ما دمنا في العاصمة؟ لا بأس،
ما دمت مصرا على ذلك. بالتأكيد أنا مصر، وأنا محظوظ بالتعرف إليك. وحكى عرفان عن خطبته لأحلام التي فاجأت رئيس بلدية البلدة، فاستدعاه إلى مكتبه. كان يجب أن تدعونا للخطبة. والله يا سيدي كانت حفلة صغيرة مقتصرة على الأهل فقط. لا بأس، ما دمنا نحن سبب تعرفك إلى أحلام، وربما التعلق بها لدرجة أنك تريدها زوجة لك، فيجب أن تكافئنا بموافقتك على مناقصة الأجهزة الألكترونية التي نرغب في نشرها في الأنفاق والسراديب في المدينة السفلى. لم أطلع عليها بعد يا سيدي، ولكن لا بأس. أحلام صبية حلوة، بصراحة كنت أخطط لأضعها مديرة في مكتبي للاستفادة من خبرتها. الوقت. ولكن لا بأس، ليست خسارة فيك. اسمع يا شيرين، اجلبي لي ملف المناقصات الجديدة. نعم سيدي. هي عدة عروض، سأؤشر لك على العرض المناسب لنا. شركة البناء والإكساءات الداخلية نفسها؟ نعم نعم، تعرف أن الباشا الكبير يمتلك نصف البلدة، وله دين علينا جميعا. هو رجل كريم، وربما سيهديك وأحلام شقة بمناسبة زواجكما. متى ستتزوجان؟ لا أعتقد أن الموعد متأخر. لا، في الشهر القادم في أسبوعه الأول. استأجرنا شقة لهذا الغرض يا سيدي. تفضل، سيهديك الباشا شقة، أنا متأكد. هذه هي الملفات جميعها، أترغب في ملف معين؟ نعم، ملف الشركة التخصصية للإعمار. نعم نعم، هذا هو الملف. من أين تأتين بهذه العطور؟ أراك بعد الدوام. في خدمتك يا بيك. أتريد شيئا آخر؟ خذي الملفات الأخرى واتركي لي هذا الملف. حاضر يا بيك. لماذا لا نطلع على العروض الأخرى يا سيدي حتى نختار هذا العرض بعد أن تقدم الحجج المناسبة؟ إنه العرض الأفضل. لا داعي لذلك، أنت وأحلام ستوقعان عليه، ولن ينساكما الباشا بالشقة، أنا متأكد. كان هذا الابتزاز كما يبدو قد أزعج عرفان، فكتب في يومياته: لم أرى أشد وقاحة من هذا الرجل الذي بكل بساطة يعرض علي رشوة بابتزاز رخيص لأوقع على قبول العرض أنا وأحلام، وقد وضعنا في لجنة الدراسة والإقرار. هناك أناس محاطون بمرافقين مدججين بسلاح، يقتربون من الساحة يا فارس. ماذا سيفعلون الآن وقد انصرف العوام من المكان؟ المخططات القادمة قد نفهم شيئا منها، لنقترب بحذر. لا بأس، سألم الأوراق اليوميات وأضعها في خصري.
يجب أن تنتبه جيدا. هنا هو المكان الأفضل، نسمع ما يقولون ولا أحد يكشفنا. اسمعوا اسمعوا اسمعوا، لماذا تأمرنا يا سيدي؟ لا بأس، المجموعات جاهزة للتصوير، وقد بنى مهندسي الديكور ساعة شبيهة بساعة المدينة الوسطى، وأسواقا شبيهة بأسواق ريف العاصمة، ومدارس تشبه المدارس الضخمة، كل شيء مرسوم بدقة. سنبدأ بالتصوير والبث بدءا من الغد. الثورة اشتعلت والناس في كل المدن سيتحركون، ولكل مدينة أو بلدة ديكورها الخاص. إنها بدء الثورة الإعلامية التي ستقنع الجميع في كل البلدان الناطقة بالضاد بأن التمرد بدأ في هذه البلاد ولن يتوقف. أنتم أسياد اللعبة يا سيدي، وأنت أحد مفاتيحها يا رجاء. لدينا العديد من النسوة والفتيات، بعضهن من الوجوه المعروفة في الفن والكتابة الدرامية، ستشتركن جميعهن في التجمعات التي سنصورها ونرسلها لإثبات أن الجميع يشتركون في الانتفاضة. أراك في مكتبي في الليل يا رشا. أمرك يا سيدي. أسمعت يا سلوى؟ إنها مخططات رهيبة. ويلي على الناس كيف سيخدعون. وأنت يا شيخ، جهزت أقوالك وخطاباتك وحكمك؟ بالطبع، كتبت عشرات الصفحات التي تثبت بالدليل المقنع أن هذه الانتفاضة يجب أن تحدث. قد تستضيفك المحطات، لا تتردد بالقبول. لا تقلق علي، تعرفني، متحدث متمكن وبارع ومقنع أيضا. نعم، وإن رغبت بالجواري فالكثيرات جاهزات لتصبحن من حلالك. شكرا لك يا مولاي، أنت غمرتني بالمال. والمرأة أس المتعة، أليس كذلك؟ نعم نعم. خذ هذه العلبة الصغيرة يا شيخ. ماذا تحتوي؟ فيها رزم من المال لتوزيعها على الناس في التجمعات، بعض هذه التجمعات في القرى والمدن الصغيرة، ستصور لدقائق ثم تنفض. يمكننا أن نستمر فيها لساعات يا مولاي. لا لا، تكفينا دقائق، جزء من لعبتنا التي ستقلب المفاهيم في كل الدول وتصورنا مظلومين مضطهدين. كل شيء رسموه لنا بدقة، اذهب يا شيخ واستمتع، وإن أعجبتك هذه الصبية سأرسل لك أجمل منها لكي تتزوجها. بارك الله لك يا مولاي. وأكمل فارس قراءته، وقد انفض الجمع في الساحة، والرجل الذي يبدو أنه يقودهم ضم المدعوة رشا إليه ودخل في أحد السراديب. تريد أن تعود للقراءة؟ أراك فتحت مذكرات عرفان من جديد. لم يبقى سوى القليل من الصفحات يا سلوى، يجب أن أنهيها، وربما أصبح الجو أكثر هدوءا لنتسلل من هذه الأنفاق والسراديب التي ترسم فيها نذر كوارث قادمة. سأغفو قليلا، أرجوك يا فارس تابع القراءة بسرعة، يجب أن نخرج من هنا بأية طريقة. لا عليك،
كل شيء إن شاء الله سيتم بالطريقة التي نتمنى أن تنجح للخروج من هذه الأقبية الدموية. لا يهم، ما دمنا معا سننجح إن شاء الله. وغاص فارس من جديد بمذكرة عرفان. حين اجتمعت أحلام وأطلعتها على ما جرى مع رئيس البلدية، شعرت بها تنقبض، ثم قالت لي بحزن: ستكبر متاعبنا يا عرفان، وأعاننا الله على الأيام القادمة. وماذا نستطيع أن نفعل؟ هل نقف في وجه العاصفة؟ بالتأكيد سنقف في وجهها. ها؟ على طريقتنا، والشقة التي وعدت بها من رئيس البلدية على لسان الباشا الكبير ستكون فخا لنا. فخا؟ ماذا تقصدين؟ لنتنازل أكثر وأكثر حتى نصير جزءا من لعبتهم. آه يا أحلام، وماذا نستطيع أن نفعل؟ أنا معك في كل شيء، يجب أن نقاوم، ولكن بهدوء، لأن انتقامهم لن يكون صغيرا. هيا نتابع أمور الشقة التي نؤثثها، يجب أن نسرع في تجهيزها قبل أن نوقع على المناقصة. لماذا؟ حتى لا تصبح شقة الباشا الفخ رعبا في حياتنا. معك حق. تابع فارس قراءته للمذكرات، وقد عجل عرفان وأحلام بتأثيث الشقة، وقدما موعد زفافهما، وقد تأخر توقيعهما على المناقصة، فاستدعتهما شيرين التي أصبحت رئيسة للجان المناقصات، وقد قربتها علاقتها مع رئيس البلدية من استلام منصب أعلى. أستاذ عرفان، الباشا جهز لك شقة أنت وخطيبتك أحلام، قررتما التبكير في الزواج، ها؟ ربما تورطتما معا. قد يفضحك حمل أحلام إن ظهر قبل الزواج. ومن قال لك ذلك؟ لم ألمس أحلام كما تعتقدين بتصورك الشرير. هي خطيبتي وليست زوجتي. ولما استعجلتما بموعد الزفاف؟ هذا ليس من شأنك. ماذا تريدين منا؟ الباشا يريد وقع المناقصة واستلم شقة، وهي مجهزة بكل شيء. ها؟ لا داعي للإنفاق على شقة مستأجرة، وسيحضر الباشا وكل المسؤولين زفافكما في أكبر فندق في المدينة. تفضل، الموعد المحدد للزفاف هو نفس الموعد الذي بكرتما في وضعه. هذه أولى البطاقات جاهزة للتوزيع. كان يجب أن نعلم بقرار الباشا. الباشا لا يطلع أحدا على قراراته. هيا يا أستاذ أحلام، وقعي أنت والأستاذ عرفان على المناقصة. النسخة الأصلية في مكتبي، سأحضرها. لا داعي، لدي نسخة أصلية أيضا. ولكن تعرفين أن عدم توقيعك وخطيبك سيجلب لكما الكثير من المصاعب. الباشا لا يلعب، قراراته حاسمة، وإن غضب فغضبه يعني الكارثة لكما. لا داعي لذلك يا آنسة شيرين، هاتي نسخة المناقصة، سأوقع أنا وأحلام. أها،
تبدو إنسانا منطقيا يا أستاذ عرفان. وأحلام منطقية أيضا. لم نتأخر في التوقيع لسبب ما، بل لأن مدة دراسة العرض لم تنتهي بعد. حتى لا يبدو التوقيع متسرعا أمام من قدم العروض الأخرى، وبعضهم كما تعرفين ذو سلطة وباع طويل. لا بأس، شكرا لك. اسمع يا رياض، رافق الأستاذ عرفان والآنسة أحلام إلى الشقة. حاضر سيدتي. شكرا لكما، ستكونان مسرورين من الشقة وموقعها ومن السيارة الحديثة أيضا. وأنصحكما ألا تقاوما المخرز بالعين. رافقهما رياض إلى وسط المدينة في منطقة بناء جديد فاخر، وأوصلهما إلى المدخل، ثم سلمهما مفتاحا لسيارة أشار إليها من الشقة كهدية أيضا من الباشا، ثم غادرهما وهو يبتسم ابتسامة غامضة وهو يتكلم في الجوال. كل شيء على ما يرام يا سيدتي. أنا أمام الشقة وسلمتهما مفتاح السيارة وأشرت إليهما على موقعها ولونها. كن معهما حتى يصلا إلى مكان السيارة. هما منشغلان الآن بتأمل الأثاث. لا بأس، انتظرهما وسلمهما السيارة. حاضر سيدتي. فوجئا بفخامة الأثاث وسعة الشقة، حتى أحلام التي كانت متوترة بدأ عرفان يزيل توترها وهو يعرفها على سعة البراد والجلاية والغسالة و... أمعقول أن يكونا صادقين معا؟ هذا هو ثمن المناقصة؟ المناقصة ستدر على الباشا أموالا طائلة أخرى، ولكن أمواله هائلة وثروته موزعة في العمارات الشاهقة والفنادق والمستشفيات الخاصة والأراضي والشركات. اثنان لا يشبعان، طالب علم وطالب مال. معك حق، أشعر بانقباض يا عرفة. ماذا نستطيع أن نفعل؟ كيف لنا أن نقاوم؟ أحلام، هناك كاميرات داخل البيت وربما ميكروفونات لسماع أصواتنا. معقول؟ لماذا؟ من نشكل بالنسبة له؟ يجب أن نكون حذرين، تظاهر بالفرح، بالتأكيد هم يراقبوننا. كيف لي أن أعيش في هذه الشقة والعيون تراقبنا وتراقب أسرارنا؟ يا إلهي. أحلام، سنتحدث في مكان آخر. لنتظاهر بالابتسام وندور على الغرف ثم نخرج. وماذا عن السيارة التي سلمني المدعو رياض مفتاحها؟ أستاذ عرفان، هذه هي السيارة. تبدو فخمة. أنتما محظوظان، الباشا يقدركما. هل تنوي تجربتها؟ لا، سنشتري بعض الأغراض ثم نعود للشقة. ألو، نعم أستاذ عرفان؟ نعم. أعجبتك الشقة والسيارة؟ هذا كثير يا سيدي. من يعمل معنا يدلله الباشا كثيرا. لا تقلق، المهم أن تكون أحلام مسرورة أيضا. هي نقلة كبيرة في حياتكما، أنا مسرور منكما. ويبدو كما ذكر عرفان في يومياته أن هذه الهدايا كانت ثمنا كبيرا أراده الباشا وتوضح بعد يومين. طلبني إلى مكتبه
ووضع أمامي ظرفا مغلقا بالشمع الأحمر لأوصله إلى أحد المسؤولين في العاصمة. فقلت له: أيمكن أن أسألك يا سيدي؟ فقال: ماذا؟ ماذا يحوي هذا الظرف؟ أوراق سندات أم نقود أم غير ذلك؟ لا تقلقي، هو شيء يسر من تحملينه له وهو ينتظره، ليس خطرا. ثم لا تسألي مثل هذه الأسئلة، نحن لا نحب من يعمل معنا أن يدخل في استفسارات وأسئلة وتفاصيل. حاضر يا سيدي، كما تشاء. إن طلب منك شيئا خاصا لا ترديه، هو أحد محاور عملنا، نحتاجه دائما ما دام ذا سلطة. ولكن أيمكن أن أصطحب عرفان معي؟ أحلام، أنت موظفة مهمة عندي، لا تترددي، ستذهبين وحدك. حاضر. وماذا ستفعلين؟ العرس يوم الخميس القادم. إنها مهمة علي أن أؤديها، قد أكتشف المزيد من الأسرار. أنا قلق عليك. يا إلهي، أشعر بانقباض لهذه المهمة الغريبة. لا تقلق علي، سأكون بخير. لماذا يريدها أن تسافر وحدها؟ وماذا يحوي هذا المغلف؟ وما هو الشيء الخاص الذي يمكن أن يطلبه الوزير منها؟ يا إلهي، أشعر بقلق كبير. هتفت له أحلام أنها في طريقها لمكتب المسؤول وستتصل بعرفان بعد خروجها. وطال الوقت ومر 3 ساعات ولم تتصل بي، فشعرت أن شيئا خطيرا يجري لها. ألو، نعم. السيد عرفان؟ نعم، من المتكلم؟ ضابط أمن المنطقة، عثرنا على صبية مقتولة، فتحنا جوالها وجدنا فيه رقمك، أنت خطيبها، نحن نحقق في الأسباب. يمكنك القدوم لاستلام جثتها من مشفى المواساة. بالطبع استلمت جثمانها، كان ملفوفا بالضمادات، وكانت حقيبتها تحتوي على أشيائها البسيطة، وفيها ورقة ملفوفة موضوعة بين لوازم مكياجها. ليتني رفضت هذه المهمة غير المفهومة وتحملت العواقب، كأني أساق إلى مذبح الفضيلة. أرجو من الله أن يساعدني. كانت هذه آخر كلماتها، وعرفان يكتب كلماته الحزينة عن غضب الباشا عليه وعن إنذاره ألا يفتح سيرة أحلام وألا يتصل بأحد. ولكن عرفان اتصل برامي وأبلغه ما حدث، فوعده رامي أن يعرف تفاصيل الحادثة، والحزن الكبير يملأ قلبه. تمرد عرفان عليهم يا سلوى، ودخل مع الناس الذين يقاومون الخراب. مسكين، صفحاته الأخيرة مليئة بالبؤس. هيا نتسلى المنسحبين لنخرج من هذه الأقبية المرعبة. هيا، يبدو أن السراتيب قد خلت من الناس. في الأسبوع المقبل نلتقي. إلى اللقاء. كانت حلقة اليوم بعنوان ظلال الخراب القادم. إلى اللقاء
في الحلقة القادمة من ظواهر مدهشة. المخرجان المنفذان فراس عباس وأمير دياب. ظواهر مدهشة وتحية من الدكتور طالب عمران والمخرج مازن لطفي.